في هذا الموضوع. الشعب الأمريكي بشكل عام يا دكتور، هل هو مهتم بأخبار العالم؟ لا، الشعب الأمريكي، ودي حقيقة موجودة من الدراسات، الشعب الأمريكي يهتم بموضع قدمه في المقام الأول فقط، والاقتصاد إنه الاقتصاد يا أيها المواطن الجدع كما يقول الكلمة، فهو الشؤون الداخلية أهم. لكن هناك بعض القضايا أحيانا تتجاوز الشأن وتصبح من الظهور والبروز، بحيث أن تناولها يصبح موجود في كل شيء. ما أنت بتشوف وسائل الإعلام، فهي ده خبر رئيسي في كل وسائل الإعلام، فشيء طبيعي أن يهتم المواطن الأمريكي، خصوصا أن هناك أحيانا بيتم التركيز على المورال أو على الإطار الأخلاقي الوازع الأخلاقي عند المواطن، فبتنقح عليه حتة الكرامة الإنسانية، أو فبيبدأ يتفاعل. وده اللي حصل في أمريكا في الفترة الأخيرة، مصالحه هو ما بيهتمش بالقصة دي، أو قد يرى أنها انعكاس على مصالحه الشخصية، أن مثلا، وده استطلاع رأي عام تم في الولايات المتحدة، وبيسألوا الرأي العام الأمريكي أو بيسألوا الشعب الأمريكي، أنت شايف الصراع في حماس ده من وجهة نظر إيه؟ فبعض الناس ذكروا أنه عبارة عن ده يتعلق بالأمن الأمريكي، وفي ناس أشاروا إلى النظام الدولي، وفي ناس أشاروا إلى الأخلاقية الأمريكية أو الموراليتي بتاعة الشعب الأمريكي، وفي ناس أشاروا إلى مصالح متبادلة بين الشعب الإسرائيلي والأمريكي، ودي بتضر بالمصالح الأمريكية وبالتالي بتضر بالمصالح، ودي أيضا تخضع إلى فكرة الأطر اللي احنا اتكلمنا عنها، وإزاي تقدر، يعني علينا أن لا نبتهج كثيرا عندما نشاهد مثلا الجامعات الأمريكية التي في بعضها أقفلت أبوابها لأيام نتيجة يعني وجود الطلبة. في قضية موجودة في الرأي العام الأمريكي منذ منتصف القرن الـ18، وهي الصراع الدائر بين ما يسمى بالمثاليين والواقعيين. الجماعة المثاليين أو المدرسة المثالية بتشوف أن الرأي العام ده موجه مهم للحكومة، وأن الحكومة يجب أن تستمع إلى الرأي العام بشكل كبير. وكان إبراهام لينكولن رئيس الولايات المتحدة كان بيقول الرأي العام هو كل شيء، فمعه، مع الرأي العام، لا شيء يفشل، وبدونه لا شيء ينجح. نابليون بونابرت كان بيقول الرأي العام هو الترمومتر الذي يجب على كل حاكم أن يقيسه كل يوم حتى يطمئن إلى حرارة. مش عارف جالوب كان بيقول أن الرأي العام هو نبض الديمقراطية، بدون النبض وبدون هذا الموضوع لا تستطيع أن